أهلا وسهلا بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول. في هذه الحلقة سوف نقوم بالتعرف على محتويات صندوق راوتر تي بي لينك تي دي دبليو 800 أو 8961 إن، وهو من الراوترات العادية صراحة، يأتي بأنطنين أو هوائيين بسرعة 300 لشبكات الوايرلس. هذا الراوتر يغطي منزل تقريبا بمساحة 100 متر، تقريبا بمساحة 100 متر أو مساحة 100 150 بحال توضع الراوتر في منتصف المنزل، توضع الراوتر في منتصف المنزل. سوف نقوم الآن بفتح صندوق هذا الراوتر، وأيضا سوف نتعرف على الإعدادات الخاصة به وطريقة وضع إعدادات مزود خدمة الإنترنت داخل هذا الراوتر. إذا نبدأ بداية بفتح الصندوق والتعرف على محتويات هذه الكرتونة. طبعا هذا الراوتر شائع بيعه بشكل كبير. بداية أصدقائي نشاهد هنا في محتويات هذا الصندوق بعض كتيبات التعليمات، بالإضافة إلى الشاحن الخاص به، الشاحن الخاص به، وعادة ما يأتي شاحن التي بي لينك 9 فولت. نعم ما زال 9 فولت. بعض التي بي لينك الذي يأتي أحدث من هذا بوصلة يو اس بي يأتي 12 فولت. إذا شاحنه 9 فولت، بالإضافة إلى الراوتر كما نشاهد بهوائيين كبيرين. على عكس الموديلات السابقة كانت هوائياتهم صغيرة، بالإضافة إلى كابل الشبكة الخاص به، كابلي هاتف قصيرين صغيرين، بالإضافة إلى الفلتر، بالإضافة إلى الفلتر. طبعا هذه هي محتويات هذا الصندوق، هذه هي محتويات هذا الصندوق، صندوق الراوتر التي بي لينك موديل تي دي داش دبليو 8961 ان. أحببت أن أقدم ملاحظة صغيرة أثناء الشرح كوني مرأت على يعني الفلتر. ضروري جدا أن يأتي خط الهاتف القادم من علبة الهاتف خارج المنزل إلى مدخل الفلتر، ومن مخرج الفلتر جميع الهواتف تفرع من هذا المكان. من بعد الفلتر فرع 100 هاتف إن أردت، ولا تفرع من قبل الفلتر، من بعد الفلتر فرع 100 هاتف، وبالإضافة إلى مخرج المودم أو مخرج الراوتر. وملاحظة مهمة جدا ومعروفة، لا يوجد سوى راوتر واحد على خط هاتف واحد، لا يمكن على خط هاتف واحد وضع راوترين على خطي يعني على تليفون واحد لتفريعه بشكل مزدوج. أما بالنسبة للمداخل والمخارج الخاصة بهذا الراوتر فهي على الشكل التالي، نلاحظها هنا أربع مداخل للشبكة، بالإضافة إلى مدخل خط الهاتف الـ ADSL، بالإضافة إلى ضغطة الـ On Off، ضغطة الباور التشغيل، بالإضافة إلى مدخل الترانس أو مدخل الترانس أو التغذية الخاصة بهذا الراوتر، وكما تكلمت هو 9 فولت، بالإضافة إلى زرين ها هنا، زر الأعلى واي فاي أو واي في لتشغيل وتعطيل الوايرلس، أما الزر الأسفل هو لتفعيل وتعطيل الـ WBS، وبالإضافة في حال الضغط الطويل لمدة أكثر من 10 ثواني سوف يعمل ريسيت لإعدادات الراوتر، ضبط المصنع، سوف يعمل ضبط مصنع في حال الضغط أكثر من 10 ثوان. هذه بالنسبة لخلفية الراوتر وما يوجد هنالك، بالإضافة يوجد على الورقة التي هنا الفولتية التي تستخدم لهذا الراوتر، بالإضافة إلى طريقة الدخول إلى إعدادات الخاصة به. أما بالنسبة لمقدمة هذا الراوتر نلاحظ هنا بعض الليدات التي تقوم بالإضاءة في حال التشغيل، بداية من زر إضاءة الباور، ومن ثم إضاءة الـ ADSL البوابة المتصلة بالمقسم، ومن ثم الإنترنت في حال تفعيل الإنترنت من قبل مزود الخدمة على بوابتك، بالإضافة إلى الوايرلس، ضوء الوايرلس في حال تفعيله، ومن ثم أربع ليدات لمداخل الشبكة في حال توصيل كابلات شبكة على
الكمبيوتر. هذه إذا محتويات هذا الصندوق أصدقائي، والآن سوف ننتقل إلى الكمبيوتر الويندوز للتعرف على طريقة ضبط الإعدادات الخاصة بهذا الراوتر، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد. إذا كما تكلمنا لدينا الراوتر TP-Link TD-W8961N، وهو من الراوترات المتواضعة من شركة TP-Link. سوف نتعرف على طريقة برمجة هذا الراوتر والدخول إلى الإعدادات الخاصة به. إذا بداية سوف ندخل كالعادة وفي راوترات TP-Link جميعا إلى رقم الـ IP الخاص بهذا الراوتر 192.168.1.1، ومن ثم الضغط على زر انتر. نلاحظ سوف يعطيني كلمة الدخول وهي admin، عفوا، بالإضافة إلى الباسورد وهي admin أيضا. بعد الدخول إلى إعدادات الراوتر كما نلاحظ يبدأ مباشرة كون الراوتر جديد وليس به إعدادات في السيت أب أو الكويك ستارت لبداية الإعدادات بشكل سريع. نضغط على التالي، يقول لي اختر المنطقة الزمنية التي أنت بها زائد 3 مثلا. الآن يعطيني في أي ما هي الإعدادات المقدمة إليك من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. نبدأ بوضع الإعدادات. بعد وضع الاسم المستخدم والباسورد ووضع الإعدادات المقدمة من قبل مزود خدمة الإنترنت من VBI 8 و VCI 35، وهي غالب مزودات خدمة الإنترنت في سوريا تقدم هذه الإعدادات، بالإضافة إلى الكونكشن الذي هو BBBOE على LLC، نضغط على التالي. الآن يعطيني في هذه الصفحة اسم شبكة الوايرلس التي تريد تسميتها، سوف أسميها TP-Link مثلا، بالإضافة إلى تشفير كلمة المرور الخاص بها سوف أختاره أعلى شيء، بالإضافة إلى الإنكريبشن يأخذ جميع الإنكريبشن TKIP أو AES الاثنتين معا لكي يتوافق مع جميع الجوالات وجميع اللابتوبات وجميع يعني الأجهزة الطرفية التي سوف تتصل بالوايرلس. الآن نضع كلمة مرور خاصة بالوايرلس، هذه كلمة مرور على التعيين مثلا. الآن نضغط على التالي ومن ثم سيف. ننتظر لمدة ثانيتين أو أكثر ريثما يقوم بعمل حفظ للإعدادات التي قمت بوضعها. الآن انتهت الإعدادات التي قمت بوضعها وقد حفظ الراوتر الإعدادات التي قمت بوضعها. الآن يوجد خيار مهم جدا أحب أن أذكر به بشكل دائم، وهو تعطيل الـ WBS، وهي الثغرة التي عن طريقها يقوم الجميع باختراق الراوترات والحصول على كلمات المرور الخاصة بالوايرلس عن طريقها. أدخل إلى Interface Setup ومن ثم أنتقل إلى وايرلس. داخل وايرلس يوجد Use WBS، أقوم بتعطيلها، أقوم بتعطيلها، وبعد تعطيلها لا أنسى أن أضغط على زر الحفظ Save. بهذه الطريقة قد قمنا بإدخال الإعدادات الخاصة بهذا الراوتر من قبل مزود خدمة الإنترنت، وهو جاهز الآن للعمل مباشرة، وقد يعني جهزنا جميع هذه الإعدادات. الآن يوجد بعض الإعدادات السريعة التي سوف نتعرف عليها بشكل سريع لمن يسأل عنها يعني أو يستفسر عنها. في هذا الراوتر يوجد ميزة جميلة جدا وهي الجيست نتورك أو ضيف الشبكة. ما هو ضيف الشبكة أصدقائي؟ يعني جاءك ضيف لعندك إلى البيت أو إلى المحل ويريد الشبكة على شبكة الوايرلس يعني الخاصة بك، ولكنه سوف يستهلك لك من الإنترنت، هو يفتح يوتيوب وسوف يقوم بالتحميل. يمكنك الآن صنع شبكة وهمية، صنع شبكة وهمية عن طريق إنابل تفعيل Guest Network وتسمية هذه الشبكة باسم مغاير لشبكتك أصلاً. يعني احنا سميناها TP-Link، بإمكانك الآن تسميتها محمد، خالد، ما شئت، تمام؟ في حال التفعيل تفعل هذا الخيار SSID، سوف تضع اسم لهذه الشبكة مثلا
سميها 1111 مثلا لعد التعيين. الآن وضع كلمة مرور وكلمة مرور خاصة بها أيضا غير كلمة المرور التي وضعتها للشبكة الأولى. إذا هذا الراوتر من مميزاته أنه يعطيك شبكتي ويرلس اثنتين، واحدة بإمكانك أن تجعلها الخاصة بك والثانية عامة لأصدقائك أو ما شابه. تضع لها باسورد خاص بها، ومن ثم بعد تفعيل هذا الخيار يمكنك منها هنا في هذا الخيار Allow Guest to Access Local Network، تجعلها بشكل معطل كي أنه لا يدخل إلى هذه الشبكة، بالإضافة إلى Guest Network Solution لا شأن لنا بها. إذن الخيار Guest Network Bandwidth هنا تفعل هذا الخيار لكي تعطي Bandwidth لهذا الشخص الزائر لديك. فرضا أنا الشبكة لدي سرعتها 2 ميجا، أنا سوف أعطي هذا الزائر فقط 256 فقط 256 كيلو بايت تماما، في حال الأبستريم وفي حال الداونلود أيضا 256، إذن داون وأب 256. في هذه الحالة أضغط على زر سيف وبالتالي سوف تفعل هذه الإعدادات ويصبح عندي شبكتين يستطيع هذا الضيف استخدام فقط 256 كيلو من الشبكة وليس سرعة الشبكة كاملة، وليست سرعة الشبكة كاملة. هذه بالنسبة لضيف الشبكة الذي تكلمت عنه. أما بالمنتينينز هنا بالصيانة ماذا يمكنني أن أفعل؟ يمكنني أن أضع كلمة مرور مغايرة لكلمة الأدمن التي وضعتها قبل قليل. يمكنك هنا وضع كلمة مرور أخرى، أيضا الباسورد يمكنك وضع هذا الباسورد تغييره، الأدمن سوف تبقى كما هي الاسم المستخدم ولكن الباسورد يمكنك تغييرها. أما بالنسبة للفريموير يمكنك الذهاب لموقع التيفي لينك ورقم موديل الراوتر وإحضار أحدث سوفتوير لهذا الراوتر، بإمكانك وضع عليه أحدث سوفتوير لأخذ الميزات الجديدة والتوافقية الأعلى مع مقاسم الهاتف بشكل أكبر. هذه أهم الإعدادات أصدقائي لهذا الراوتر، راوتر تيبي لينك TD-W8961N. شكرا لكم ولمتابعتكم. إن أعجبكم الفيديو رجاء شاركوه مع أصدقائكم وعرفوهم على طريقة برمجة هذا الراوتر. شكرا لكم.